قدمها من السلطة بالنسبة لك بالفطور. أهم شيء أنا عندي سلطة بالفطور بالأيام العادية، وممكن أعيش حياتي كلها على السلطات. السلطة هي بالنسبة لي أهم وجبة اللي بتفنن فيها وببتكر وبخترع أمور مش موجودة. إحنا طبعا حتكون هي بوسط الصحن، فبناخذ هذا الرايز بسكت أو كراكرز يس، عشان أنا بستخدمها كبيس، وصادفت زوي إن هي بالضبط نفس الحجم. فبحطها هنا. القاعدة دائما بحط ساور كريم، بس الساور كريم ما بحطه لوحده، بخلط معه شمر يس، لانه هو سي فود في النهايه اللي هي السالمون. ما بنحط كثير، اي شويه. اوكي، حنحط اول طبقه ساور كريم. حضيف هنا طبقه من الخس، ونلاحظ كمان دائما انه واحنا بنضيف كيف نبغى شكل الشكل الاخير، الالوان يعني حيكون لون ابيض بعدين لون اخضر. هي بعدين حنحط طبقه الشمندر. الشمندر انا سلقته او بافضل بخار، على البخار عملت عشان القيمه الغذائيه تظل موجوده، وبعدين بشرته. هذا لازم يتحضر ودغري يتقدم، والا الالوان بتفوت ببعضها. اكزاكتلي، حتسيح في بعضها، او انك تحطيها بالثلاجه تتماسك وتضلها. الحين حنحط، ومنرصه كل مره عم نحط. بالضبط. الأفوكا شو عملنا فيه؟ حضرناه بس بلاش، ما زدنا له ملح، ما زدنا له شيء. ممكن تحطي عليه رشة ليمون بس علشان اللون طيب لونه. يس، عادة الأفوكادو بيتأكسد مثل التفاح مثل البنانة، فبيبدأ يسود. حطيتي له شوية ليمون. أيوة، فعلشان يحافظ على لونه. وليه الكينوا مش قبل الأفوكادو؟ الكينوا بخليه آخر حاجة كديكوريشن. فينا الحين نرجع نحط مرة تانية ساور كريم مع الشومار. باقي طبقة واحدة وهي أهم طبقة، سالمون. السالمون الموضوع كله في نوعية السالمون، كيف تختاريها؟ كل ما كانت النوعية كويسة كل ما كان أحسن الطعم. ما فيها زفر، سموكت سالمون سكوتش، بيكون الطعم طيب، وكل ما كانت رقيقة خفيفة. إذا حتلاحظي شوفي كيف خفيفة، في شيء انجريدينز ولونها فاتح. في شيء انجريدينز بتحبي تجيبيها من السعودية مثلا ما بتلاقيها بالإمارات أو بغير الدول؟ أكثر شيء اللي ممكن أجيبه من السعودية هو التمر والرطب والأشياء هذه اللي إحنا كثير مشهورين فيها. فهنا بحاول أحطها like a flower. والسالمون هي اللي بتعطي الملح للسالد أوريدي. بالضبط، لأنها سموكت. يس. اوكي، اخر شيء عادة انا بستخدم ايش؟ المبشرة هذه. جنجر. ليمون. ليمون. اوكي، باخذ الليمونة فريش. اوكي، بهالطريقة وببشرها. واو. اوكي، الحين حبدأ احط الخس. وفينا نحط الدريسنج زيت زيتون وليمون بس. بس. ايه. لانه اوريدي قد ما في تنوع بالاطباق. بالضبط، اللي حطينا في الكباره بيعطوا الطعمه والنكهه. وحضيف شويه جوز. اها، والجوز لازم يكون رو ني، ما يكون محمص علشان الفايده اللي فيه. اوكي، الحين باقي بس ايش؟ نشيل. كيف بتحافظي على رشاقتك بالشهر الفضيل؟ احاول قد ما اقدر اتجنب موضوع السحور، هيدا اهم شيء. واو، بطريقه كثير سهله انسحب الكفر. بالضبط، عشان الزيت زيتون اللي حطيناه في البدايه هو اللي سهل المهمه. وفينا نشوف الالوان قد ايه لابقه وحلوه. الطبق الابيض اللي فوق هلا فهمتي حطيتيه، عطى تاتش زياده بعد. اكزاكتلي. فبيطلع شكلها حلو بهالطريقه. وفيكي تحطي اخر شيء رشه ليمون وزيت زيتون عشان حتى بتعطي لمعه حلوه. وعلى الخس.